السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن في المسير ديال جوجل، كما القاعدة استعملت السبيب ديال السبيب الرئيسي كيكون السبيب هو 35، والسبيب ديال الترقيعة عندي 25. ديما أنا ما عمري كنبدلو، ديما 25 لأن ستوندار كي هاد جو كاجو. الحمد لله والشكر لله. هانتوما كما كتلاحظوا كاين الحوت صغير، ريالات ريالات بحال كنقولوا باللغة ديال الصيادة الريالات، أو القرفوح الصغير، شنو ديال الشرغو، ولكن القرفوح الصغير اللي ما تيعرفش هاد الشي هذا ترميهم في الماء، ما تردو الماء، كل شيء أصغر من الكف تردو من الماء. المهم رجعوا للموضوع ديالنا. البيلوطا كحال اللي قلت لكم كنستعملوا جينا البيلوطا من السرديل، من الحيمة غير السرديل، كنعجنها مع الرملة ديال كيفير، رملة حرشة، كنزيد معاها طحين سبيسيال، طحين البيض، طحين كدا، المهم على حسب الأجواء. كاين بارفوا كنستعمل طحين البيض وطحين سبيسيال نخلطهم، بارفوا كندير غير طحين سبيسيال بوحديتو، المهم على حسب الاجواء. دابا وعجنتها، كنعجنها بالليل بالصباح ديال في الدار، كنوجد داكشي كامل بالليل، والصباح ان شاء الله بحول الله تبقى نعجنها، تنمشي موجد راسي، ماشي كنمشي حتى للمصيد عاد نبقى نقلب فين نعجن فين صايب. هذه الطريقه ديالي. المهم بالنسبه للقصبه، القصبه عندي 7 متر و36، هذه خدعه خديتها دابا، 7 متر و36، نوع ديال فيجا، نوع ديال فيجا. المهم كتقيس مزيان، الراس ديالها خفيف وفاتو. المهم ها نتوما كتلاحظوا بانه الحوت كامل صغير، ترميه كامل. علاش؟ لانه خاصو كبير، حشومه زعما يدي الانسان، كنلقى شي فيديوهات كنلقى الانسان تيدي بحال هاد الحوت صغيور، يعني الا ما كانش كبر من الكف ما تنديش، الكف ديال اليد كنقولو تنديش. المهم البحر كان قاصح شويه، المهم كيجيب شي مميزات شويه، وكان الكوران شويه، الكوران بمعنى انه تيار، هو تيار كاين اللي كيعرفو باللغه ديال الرياسه الكورينتي، حنا تنقولو ليها الكوران، وكاين الكورون، المهم على حسب اللغه كي دايره. هو التيار كاين تحت بزاف شويه، يعني لا بيريود، يعني ملي كتحط البيروطه هنا كتمشي كتحاز لجهه اخرى، حنا تنحاولو معاها باش ما كان وصافي. المهم هو المتعه، اهم حاجه هو المتعه والحذر. هذا بحال دابا كتشوفوها نتوما المواج كيضربوا بعض المرات، حتى كنخقاهم بانه مهم دو حتى نزيد شويه قدام، يعني البحر شويه قويصح مع الانسان يحضر راسو. حنا صحاب بيروطا تنكونو خاصنا نكونو قراب شي شويه، داكشي علاش الانسان يحضر راسو، السلامه هي اهم حاجه. كندير التقنيه ديالي اللي كنديرها دابا هنا، يعني ما كنسربش بزاف القدام، كنسرب غير شويه، عندي كندير ما بين هاد الشقاق هادو وما بين المسرب، فين كيكون حيت دابا كاين رجوع ديما، كاين رجوع ديما، دابا كنطلقها ما بين المسرب وتنخليها تمشي. حيت هنا كاين الشرغو بزاف تبارك الله، فايز ضربت شي شراغه هنا زويونين، ضربت واحد الزريقات من هنا زويونين، ولكن اليوم كنلاحظ انتم بحال اللي كتلاحظوا ملي كتشوفوا تما، كتلاحظوا الرياسه راه قلال، ما كاينينش في السطح بزاف، لان كيعرفوا بانهم هما كيعرفوا بان الاجواء ماشي ديال الصياده، والاكثريه ديال الرياسه هنا في كيفي تيجوا شويه مؤخرين، تيجوا ملي كتكون كتعمر شويه، ملي يكون هكا القضيه مكرطه شويه ما كيجيوش لا بليبار دي طون. المهم حنا تنحاولو، أنا كيما هاد القاعدة ديالي تندير شوية د الفندق باش نخلي البيلوطة تتهبط للأرض بزاف، ولكن ما تردش بزاف، ما تردش في الردان، ما تردش بزاف فيها،
يعني ما تنطرش بزاف باش كان، لان كاين هنا الوغل بزاف، كاين الوغل الى الانسان كينتر كل شي شويه، وكاين كاين الحجر بزاف هنا، وديما بحال اللي قلت لكم كاين التيار تدير بيلوطاج ديال الحجر. هانتوما بحال اللي قلنا، إيوا نتمناو أنكم تكونوا تمتعتوا بهذه الجولة هذه، والحصيلة كاينة في الآخر الفيديو. ما تنساوناش التعليقات ديالكم، وشكرا.